أول شي صباح الخير لكل الشعب اللبناني وكل حدا من بشعر الحياة. من امبارح كلكم بتعرفوا في فيديو انتشر لإبراهيم حتات، خير شهيد ثروت حتات، اللي هو صديقنا ونحن وياه قضية واحدة أكيد، وهي قضية وطنية بتخص كل اللبنانيين. اللي بدنا نوضحه إنه بس حدا بده يحكي باسم الأهالي بده يكون مستشير الأهالي. نحن كأهالي جمعنا بس يطلع بيانات مشتركة، نحن في أكيد جمعية فوج أطفال الكل بيعرف، في أهالي مدنيين، في جروب الأهالي المنطقة الشفية ورمال المر بخير، بس نحن هو كلنا عم نشتغل تحت إطار واحد، عم ننسق كل شيء مع بعض، عم ننسق البيانات الصحفية، عم ننسق تحركاتنا مع بعض، لأنه هالقضية وطنية المفروض تكون مترافعة عن كل شيء مناطق أو حزبة أو طائفة أو بتكون يسموه. فنحن بطبيعة الحال من كل الشعب اللبناني بس جمعنا كلنا تحت قضية أربعية، وهذا الشيء طبيعي لازم يصير بعد ما الانفجار طال الكل، خسرنا كلنا إخوة إلنا وأهل ومنطقتنا كلها راحت، والشعب اللبناني كله خسر كل شيء بهالانفجار. قضية أربعية هي القضية الأساسية، وقضية أربعية هي الممكن تغير وجه لبنان، يرجع لبنان اللي نحن بدنا إياه. نحن بدنا لبنان صراحة دولة، بدنا لبنان قانون، بدنا لبنان قضاء، بدنا لبنان عدالة اجتماعية بكل صراحة. في ناس بدها غير شيء، هي حرة. نحن كأهالي بدنا لبنان دولة قانون، أي شيء بيصير بالشارع انفجار حالنا شو ممكن يصير كله يحتكم للقضاء والقانون. من هيك توضيحا لكل شيء صار، الحكي اللي شفتوه من إبراهيم نحن تفاجأنا فيه، مثل ما أنتم شفتوه نحن شفناه، مثل ما وصلكم بالسوشيال ميديا وصلنا لنا بالسوشيال ميديا كمان كأهالي. ألا وأن الأمور قد وصلت إلى ما وصلت إليه من تسييس فاضح واستنسابية في قضيتنا الإنسانية العادلة المحقة، والتي هي قضية وطنية بامتياز، والبعض من تجار الدم والسياسة في الداخل والخارج يريدون الاقتصاص سياسيا من أطراف سياسية أخرى من بوابة قضيتنا، وهؤلاء يدوسون على دماء أبنائنا من دون أدنى شعور بالإنسانية أو أخلاق بهدف تحقيق مآربهم السياسية الخبيثة. أتوجه بصفة قناطق باسم عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت بالتالي: أولا، نتقدم بأحر التعازي والمواساة من أهالي الشهداء المظلومين الذين ارتقوا يوم الخميس في كمين الطيونة على يد مجرمي حزب القوات اللبنانية، الذين لهم ولرئيسهم الملقب زورا بالحكيم باع طويل في التفنن بارتكاب المجازر وإراقة دماء الأبرياء. كما نقدم تعازينا للإخوة في حزب الله وفي حركة أمل، ونعلن وقوفنا إلى جانب قضيتهم المحقة. فمن هيك رح يكون في جمع الأهالي اليوم هلا بعد شوي ببيروت، رح يطلع بيان مشترك عن كل الأهالي بأكد وقوف الأهالي مع القاضي بيطار ومع القضاء اللبناني ومع القانون، وأي حدا بسمي القاضي والقضاء نحن معه، أي حدا بيتهم القضاء نحن بنتهمه، أي حدا ما بيتهم القضاء نحن ما بنحكي بس يتهمه بنتهمه. من هيك الاحتكام للقضاء وللقانون وللمؤسسات هذا مطلب الأهالي الوحيد، هذا حق طبيعي للأهالي يطالبوا بالحقيقة والعدالة على طريقتهم. أكيد أكيد نحن نقول إنه إبراهيم يمكن عنده ظروف أو وجوده بمنطقة حساسة جبرته يحكي حديث، يمكن هو مقتنع فيه أو لا شيء تاني، بس هالحديث اللي سمعناه من كلمات من إبراهيم هذا الشيء بيأكد إنه إبراهيم عنده ظروفه. أنا بتمنى من الكل يحترم ظروف غيره، ولا حدا يهجم إبراهيم مثل ما شفنا الناس عم تكتب عنه. لا، إبراهيم مش عم يبيع دم خيه، إبراهيم مش عم يتاجر بشيء، كل واحد يحط حاله محله ويقدر ظروفه وين ساكن، يمكن صاير معه شيء يمكن لا، كل الأحوال بس يبين كل شيء رح ينقال بالعلن. بس الأكيد بنأكد إنه كل الأهالي واقفين حد القضاء اللبناني حد القاضي بيطار، وبس يطلع بين باسم الأهالي بيطلع بمشاورة مع كل الأهالي، وابتدى التوضيح. قضية مرفأ بيروت قضية وطنية بتجمع كل اللبنانية على اختلاف المناطق والاحزاب والمذاهب تبعولن، مات من الكل والحقيقه بتطلع للكل، والحقيقه بتطلع من القضاء اللبناني. ونحن كاهالي كنا اول من طلبنا التحقيق الدولي، ومن بعد السياسيين اصروا على التحقيق العدلي، وهن اللي عم بعينوا القضاة والسياسيين عم بعينوا القضاة، ما في شيء شو يحطوا قاضي وكل ما يعجبهم القاضي بده يغيره، مش كل ما نطلب حدا على التحقيق بده يغير قاضي، القاضي رح يعمل قرار ظني، في حال في مطرح حدا شايف القرار مسيس او رايح على جهه وحده ومستثنى الثانيه ساعتها له حق يحكي. بالنهاية كلنا عنا
حتى كأهلي بضل عندنا ملاحظات على شيء بالتحقيق، بس النهاية هي تحقيق وسري وكلنا بنلتزم تحت سقف القانون، يا اما بنكون عايشين بالدولة يا اما بنكون مش عايشين بالدولة بكل صراحة. وأي شيء بيصير بلبنان وين ما كان خلي يكون القضاء والحكم بين الكل، لأنه اتهام بالشارع بيودي المزيد من المشاكل والمصايب والغضب، وبعتقد لبنان مش ناقصه أبدا هالقصص.